ما لفيت رح تعرف ان المشكلة بالبلد مش الشباب، ولا انه يعني الشباب مشاكلين ازمة للبلد ومش عارفين كيف بدنا نطلع منها. الاساس بالمشكلة انه كل المسؤولين بالبلد مش عارفين يوظفوا قدرات وطاقات الشباب على اكمل وجه. اذا المجلس الاعلى للشباب ما في شباب الا اللي ممكن بحبوا يحسوا حالهم شباب، واذا الشباب بدهم يستنوا 10 سنين مشان وظيفة، عن اي طاقات بتحكوا؟ اذا كان عنده الشاب او الصبية طاقة بتكون خلصت، لانه بعد 10 سنين بطالة وتهميش في طاقة واحدة ممكن تلاقوها عند الشباب، وهي اما القرف او اللامبالاة. واذا بتوقف على هيك بيكون نعمة وفضل، لانه استغلال طاقات الشباب بالبلد مثل اللي بده يبلط البحر، او مثل اللي بده يكتشف مين اول، الجاجة ولا البيضة. على الاقل هيك عم بصير، لانه بصراحة من 30 سنة واحنا بنسمع بنفس الحكي، غيروا شوي، اعطونا شوية امل. مش شوية من امل انه ممكن يكون في شيء، مش مثل كل شيء بالبلد بتصومونا وبتفطرونا بعديها على بصلة. الحكومة صيامها لازم فطوره يكون على منسف، على شيء محرز، بس مش هيك، تخنتوها كتير، لانه بصل من اليوم وطالع بطل يزبط معنا. خلوا البصل إلكم للحكومة، مثل ما بتحكي هالأغنية المشهورة، عيشوا انتوا بالفول وخلونا نموت باللحمة. احنا مش زعلانين، بنخاف على صحة الحكومة، لهيك ريحوا حالكم واطلقوا طاقات الشباب، بنخاف عليكم لأنه